عليكم مقال كتبته حاطط فيه موقفي السياسي واللي هو اعلنه دلوقتي زميلي هيثم بانخراطي في تنظيم المشتركين الثوريين. وبعد ده في نقطتين عايز اتكلم معاهم فيهم. عنوان الى رفاق النضال: لم اكتب انا على يقين كامل بالنصر كما اكتب الان، فبعد ان خرجت الجماهير بدايه من 28 من يونيو 2013 لاسقاط المجرم محمد مرسي وجماعته، بعد ان تاكدت الجماهير ان هذه الجماعه لا تعبر سوى عن طبقه الحكم، وبعد ان تاكدت ان وصول الاخوان المسلمين للسلطه لم يكن سوى مؤامره دنيئه شارك فيها كل اعداء الثوره من اول المجلس العسكري والامريكان مرورا بالاحزاب والكيانات المعارضه الكرتونيه الى الافراد الذين يتصفون بالانتهازيه والخسه. الا انه وللاسف الشديد نفس هذه المؤامره الدنيئه تحاك مره اخرى الان على الشعب من خلال استخدام نفس الاليات ونفس الاشخاص الذين شاركوا في المؤامره الاولى، فقد استطاع السيسي ومن وراءه الاجهزه الامنيه والمخابراتيه ان ينقض على السلطه في لحظه تاريخيه غايه في الاهميه والخطوره ليعلن نفسه وصيا على اراده الجماهير. هذا الرجل الذي لم ولن يكون معبرا سوى عن نفس مصالح الطبقه الحاكمه والتي كان النظام المجرم حسني مبارك معبرا عنها، ومن ورائه نظام مجرمي المجلس العسكري والذي كان السيسي احد اعضائه الذين خدموا نظام مبارك لعقود، ومن ورائهم نظام المجرم محمد مرسي وجماعته. ان ما تقدم يجب علي ان اقوم بتوضيح نقطتين غايه في الاهميه والخطوره. النقطه الاولى هي ما هي الطبقه الحاكمه، والنقطه الثانيه ما هو النصر. اولا، ما هي الطبقة الحاكمة؟ الطبقة الحاكمة هي نسبة ضئيلة من التعداد السكاني للشعب لا تتجاوز 3%، ولكنها تمتلك وتتحكم في 85% من الثروة في البلاد، تتقاسمهم بخسة وخيانة مع رجال الأعمال الأجانب. ثروات شعبنا تنهب وتسرق من خلال السيطرة الكاملة لتلك الطبقة على السلطة السياسية، والذي تستخدمه في حماية ثرواتها ومراكزها الاقتصادية والاجتماعية. هذه الطبقة تتكون من رجال الأعمال وكبار الموظفين بالدولة وكبار ضباط الجيش والشرطة ومن قادة الأحزاب والنخب السياسية وبعض الانتهازيين المتربحين من الثورة الذين تم استيعابهم داخل طبقة الحكم من خلال أداء دور إعلامي أو صحفي في القنوات والصحف التي تمتلكها وتسيطر عليها الطبقة الحاكمة للمساعدة في تضليل شعبنا وتزييف وعيه. إن سيطرة هذه الطبقة على جهاز السلطة السياسية يمكنها من استخدام هذا الوحش الاستبدادي العملاق لقمع أغلبية الشعب وإخضاعه. هذه هي وظيفة الدولة القائمة الآن ومؤسساتها، قمع وظلم شعبنا سواء من خلال العنف المباشر كما شاهدنا أثناء المواجهات الثورية، أو من خلال التآمر والتضليل وتزييف الوعي كما شاهدنا خلال المرحلة الانتقالية. ومما لا شك فيه أن هذه الطبقة الحاكمة في حالة تلاقي مصالح مشتركة مع الإمبريالية العالمية والصهيونية لا ينفطر، فهذه الطبقة في حالة تداخل مصالح اقتصادية غاية في التعقيد تجعل منها المعبر الحقيقي عن مصالح الاستعمار والصهيونية في بلادنا. إن هذه الطبقة الحاكمة والمدعومة من الاستعماريين والصهاينة هي العدو الحقيقي لثورتنا. هؤلاء هم العائق أمام تحقيق مصالح شعبنا وتطلعاته. إن هذه الطبقة ليست سوى عصابة عنكبوتية عملاقة يخدم بعضها بعضا من أجل الإبقاء على مصالحهم وتضليل شعبنا واستغلاله. ثانيا، ما هو النصر؟ إن انتصار الثورة لا يعني سوى أن تصبح كل الثروة وكل السلطة لكل الشعب، بمعنى إنهاء سيطرة الطبقة الحاكمة على الثروة والسلطة، وذلك لن يتحقق سوى من خلال انتزاع السلطة السياسية من الطبقة الحاكمة لصالح أغلبية الشعب العامل، ونؤسس دولة تعمل وفقا لمصلحة هذه الأغلبية. ما العمل؟ كنت قد كتبت مقال بمحبسي بسجن برج العرب بعنوان دماء شهدائكم تستصرخكم، نشرت بتاريخ 4 أبريل، جاء فيها ما نصه: إنه لا سبيل لنا لتحقيق النصر سوى بالعمل المنظم وتنظيم الصفوف داخل جبهة تنظيمية عريضة تجمع كل الشباب النقي الثوري خلف قيادة حديدية موحدة بعيدا عن القيادات الانتهازية المهترئة. وهذا يعني أن النضال الفردي معدوم الجدوى على الإطلاق. علينا جميعا أن نتجه للعمل الجماعي المنظم. ليس فقط ذلك، بل أنه يجب أن يحمل هذا التنظيم نظرية وخطة ثورية يعمل على تطبيقها بالأسلوب العلمي لتحليل طبيعة وشكل الصراع، لرسم الاستراتيجيات والتكتيكات المناسبة لخوض النضال الثوري وتحقيق أهدافه. علينا أن نتأكد أن بناء حزب الثورة هو الحل الوحيد لانتصار الثورة والثأر لدماء الشهداء. ودعوني أتحدث بصراحة بالغة، فالتنظيمات والكيانات التي تدعي أن لها علاقة بالاشتراكية
مثل حزب التجمع وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي إلى آخره هي كيانات لا تتصف سوى بالانتهازية والخسة والتبعية للطبقة الحاكمة مثلهم مثل الأحزاب والكيانات الليبرالية والتي يعف قلمي عن ذكرها إن هؤلاء ينصبون أنفسهم كقيادة للانتفاضة بدون وضع وطرح أي خطة عملية للنصر وبالتالي فهم يخدمون عمليا الحكومة وخطتها للقضاء على ثورتنا ما يؤكد ذلك تفويض جميع تلك الأحزاب للسيسي للانقضاض على السلطة ومحاولته الفاشلة للإجهاز على الثورة والإطاحة بمطالب الشعب التنظيم الوحيد القائم في الدولة الآن الذي لا يتصف بالانتهازية ولديه نظرية يعمل على تطبيقها هم الاشتراكيين الثوريون وعلى هذا فقد قررت الانخراط في صفوف مناضلي الاشتراكيين الثوريون إن الاشتراكيين الثوريون يدرسون ويفهمون خبرات التاريخ الثورية وأبدا لم ولن نأخذ الجانب الخطأ من المتاريس عندما تهب الشعوب المظلومة لمواجهة حكوماتها الظالمة ولا شك سننتصر لثورة شعبنا العظيم وإنني لأهيد بكل المناضلين الثوريين المؤمنين بحق الشعب في ثرواته والحافظين لثأرهم ممن قتلوا شهداءنا بأن يقفوا في الجانب الصحيح من المتاريس خلف راية الاشتراكيين الثوريين ليقرأوا ويتعلموا ويناضلوا من أجل تحقيق النصر لشعبنا ومن أجل الثأر لدماء الشهداء إن شعبنا العظيم الذي قد ينخدع البعض بوداعته وتبجيله للحاكم وللسلطة يحمل في مخزونه الثقافي والفكري الأسطورة الفرعونية القديمة التي يلعب حورس فيها دور المنتقم من الشر هذا الشعب الذي يحمل هذا المخزون الثقافي والفكري وإن كان يرفع الآن صور السيسي إلا إنه عندما يكتشف المؤامرة الدنية التي تحاك به سيخرج بروح حورس المنتقم ليطيح بالسيسي وبنظامه وبكل أشكال الاستغلال والنهب والعمالة ليؤسس دولته على أساس من الحق والعدل والمساواة